FTH Educ. اليوم غنحاولوا نصنعوا ان شاء الله نصنعوا معا بيت من الكرتون، يعني شي بيت يكون رائع ان شاء الله من الكرتون. انا خديت جوج ديال الكرتونات، جوج تاع الكرتونات، وحده كبيره وحده متوسطه، خديتهم وحليتهم، خليتهمش مربعين لانني بغيت نعاود نفصلهم، لانني ملي خليتهم مربعين ما جاونيش هما هادوك، حليتهم على هذا الشكل وغنعاود نفصلهم. عندي هنايا مسطره، مقص، قلم، الكيتور، والساق تاع البيستولي. دابا شنو غادي نبدا؟ حسبت هنايا عندي المسافه هنا عندي 30 هما تقريبا الكرتون. انا غنعطيكم غير الطريقه وصافي، نتوما على حساب المسافه ديالكم، ماشي ضروري تتبعوا نفس المسافه. غادي نحاول نسطر هنايا، المهم باش ما نطولش عليكم غادي نحاول ندير نختصر لكم. الكرتون الاولى تاعنا هاد المسافات متساويه، شوفنا الكرتونه الثانيه هي هي عندها هاد المسافات متساويه. كان باش نصور كلشي باش نختصر. دابا هنا نحاول ندير الشراجم، البيبان، داكشي، وهاد الكرتونه كذلك. من بعد نوريكم التفاصيل. هاهو هنايا قطعت يعني الباب الشراجم بالنسبه للجهه الاخرى كذلك. شراجم هنا الباب الفوق، علاش درت الباب الفوق شويه؟ حيت غندير الدروج هنايا هابطين. هذه كرتونه اخرى عندها جوج شراجمات هنا، عندي هنا هنايا اللي بحال هذا كيطلع على الشارع. هنايا بالنسبه للعبارات، انا عبرت هنا وسطرت باش ما يكونش شي ديكالاج. عبرت شحال كاين العرض ديال هاد الكرتون اللي غتلصق هنا، هادي هادي عندي فيها هنايا 18، عبرت هنا كذلك 18، درت سطر باش نجيب هذا لاصق معاه بهذا الشكل هنا. وكذلك كرتونة اخرى عبرت شحال في هذا العرض وخليتها غادي تلصق هنايا ان شاء الله.
نصيب هاد الشجره نشد الخيط حتى نحس طايح كاع هكا قبل ساقه من هنا